فينا غرور. عمرنا في حياتنا ما خسرنا دوره. احنا زعلانين وصعبان علينا النادي الاهلي. النادي الاهلي ادينا كل حاجه لكن احنا وصلنا في حق. مفيش حد هيقف قصاد. لو عملت كده محدش هيقف قصاد. انا عارف انا بقول ايه. عظيم يا طالع. برافو يا نصر. جابها محمد نصر. عايزين نتكلم عنها. ثابت صاروخ بقى وقتها كان عمل حاجه وهو سنه كان 12 سنه 10 11 سنه. جا ضربه جزاء لفريق فراح حط الكوره وراح راجع عند خط ال 18 وراح راجع تاني حاطط الكوره وعادلها كده راح تاني. يعني بيت اعصاب الجول هو سنه 12 سنه ولا 10 سنين لسه صغير زي الكبار بالظبط. وبعدين جابها جول. ده بالمناسبه اللي في الدوره دي. الولد صغير يقول لك النادي الاهلي ما اثرش في حقنا في حاجه ولسه عيل صغير. يعني